قبل بس، لان هو سؤال حاشرني يعني زنقني انا على الفضول الشخصي، مش سؤال مذيع. بذمتك بذمتك اتغلبت بمزاجك كم مره؟ ممنوع نعرف يا عم، انا مش عايز اعرف مين، مش عايز اعرف مين. بص يعني مش هقدر، مش هقدر اقول يعني انا بقول كم مره، مش من ناحيه مزاجي فمزاجي ماشي.